هذا الموسم في خير، 50 سيارة وصلت حتى هذه اللحظات بسم الله وعلى بركة الله. انطلق أيضا أحد أشواطنا النقدية مباشرة مع المراكز الأولى المتقدمة، والتوقيت كان هناك في صباح هذا اليوم أفضل توقيت مع محمد بن ناصر أيضا الهاشمي 2:09 اللي يبي التوقيت يتقدم مع المركز الأول. صدارة هذا الشوط ضمن هذه الأمطار، أمطرت ثمانة في صباح هذا اليوم، وأهل الكرم والجود حاضرين بهذه الرياضة. يا محل الجو والصدفة في صباح وناموس في صباح هذا اليوم. الله الله الله، مباشرة مع المركز الأول نجد مع مركزنا الأول حميد بن سالم بن حمود السيفي مع المركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز القادم والمنطلق هنا أيضا متواجد سرمد سعود بن نايف الرشيدي مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم هنا شاهين ناصر بن مبارك الهشامي. أعود إلى الشيخ في المقدمة هذا الشوط، مقدم لنا هذه النوعية ما شاء الله تبارك الله، نوعية مميزة قادمة للمشاركة في هذا الشوط المميز، شوط قادمين من أجل الانتصار من أجل هذا الشوط. الله ياهي رياضة، رياضة سباقات الهجرة العربية الأصيلة. نجد مع المركز الأول انطلق وراح أيضا في هذا الصدارة أحمد. يا أحمد روح مع التوقيت، حميد بن سالم بن حمود السيفي من يتقدم مع الصدارة مع المركز الأول. نجد بعد عن الجميع والأمتار الأخيرة والأمتار المجنونة ضمن هذه الأجواء القائمة وضمن هذا المهرجان هذا العرس التراثي الجميل. لكن يا سلام حرك حرك حرك، وصل حامل رقم 7 في الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام، هذا شاهين محمد بن سعيد الربيعي مع المركز الثاني ما شاء الله تبارك الله، قادم من المراكز الخلفية، قادم من أجل الانتصار والناموس. تهانينا والناموس لمالك شاهين محمد بن سعيد الربيعي منتزعا لهذا الشوط. يا سلام سلالة شاهين بن حاذة، سلالة غنية عن التعريف. المركز الثاني كان شاهين محمد بن سعيد المسعودي، المركز الثالث سياس سعيد بن مسعود السيفي، والتوقيت الزمني 2:20 هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لك يا مالك شاهين محمد بن سعيد الربيعي منتزع الناموس هذا الشوط.